بكم في دار تونس. دار تونس هي تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هي دار تونس تلم تونس الكل. ولا سايتي كونستروي من 1953 كما قلنا، مي جناح هذايا مي جناح الاخر ان 2020 سايتي اونوغوري بار la finition 2020 et les étudiants d'accueil de septembre 2020. De toute façon, on a doublé la capacité d'accueil. On est passé de 200 étudiants à plus de pavillons à 400 étudiants et les deux pavillons, plus les autres étudiants tunisiens dans les autres maisons de la cité. احنا كيما قلت لك التظاهرات الثقافيه 200-250 تظاهره ثقافيه في السنه في البابيون هنا بالخطوط في السال بوليفالون، وزاد في البابيون الجديد في كورتيبا لا هنا الاوديتوريوم اللي تصاعد 300 شخص. هذاك علاش فما بيان سور الفنانين كل التوانسه يتعداو من الممثلين من المخرجين من الموسيقيين من المغنيين من العازفين كلهم الحق سون فولونتير في جيو لدار تونس على خاطر دابور باش pour se faire montrer auprès d'Algérie tunisie ou maghrébie ou les amis de Tunisie à Paris, mais en même temps c'est pour se faire connaître. C'est un tremplin, mais Dar Tunis à l'échelle internationale peut être un tremplin pour se faire connaître à l'échelle internationale. Après, comme je disais, il y a 150 jeunes différents à la cité universitaire. Donc lorsqu'on regarde, on dit mais bien sûr on invite les cadres et les étudiants de toute nationalité de la cité universitaire. ويجيو يقبلوا عندنا الباج نتاعنا تبارك الله ناشطه جدا فيها 50,000 ابوني. دونك لوسكو انا ان ايفينمون في دار تونس تجي الناس الكل تجي، وجينيرالمون سي غراتوي. دونك اون برون شارج احنا لي زارتيست في الترونسبور نتاعهم، مي سي با بايون. دونك هما اللي بارتيسيب الاكتيفيتي كولتيريل في دار تونس، وحنا اون ديبونس le juste prix de l'événement au bonheur des Tunisiens en France et à Paris. Madame Jamila, ça fait quelques centaines d'années qu'elle est là. Et voilà, elle a vu passer beaucoup de directeurs et elle a vu se développer la maison Tunisie, se rénover et avec un nouveau pavillon et tout ça. Donc, elle est témoin de l'histoire de l'évolution de la maison Tunisie. Elle a vu passer beaucoup d'étudiants, de cadres, des gens qui sont devenus ministres en Tunisie, et beaucoup, ministres et même présidents du gouvernement. Et voilà. Avant la belle Hamouse de Védatour, ça a dit maintenant on a appelé la candidature le 15 juin pour l'année universitaire suivante. Il y a tout un mois, le 15 juin à 15 juillet, pour que les étudiants puissent candidater pour ma commission. On a des critères de sélection. Et les jours de Tunis, à Oulbar, avant, on a une priorité. Ou les gens de bourse. اكسلونس معناها لا كاليتي دو دوسي اكاديميك تاع البريوريتي، وزاد اللي اصغر في العمر لي بلو جون سون لي بلو فافوري. دونك هذوما لي تخوا كريتير بور تونيس. فوالا دونك سون لي بلو جون. اي بي تو لي تونيزيان مبدعين ومصورين ولا رسامين ولا موسيقيين ولا مطربين ولا اي تونسي مبدع ينجم يتصل بينا. انا Rachid est responsable de l'activité culturelle. Il peut me contacter moi ou les contacts de Mme Kaufer pour programmer des actions à la Maison Tunisie. Je les encourage pour le faire parce que ça fait plaisir à nos étudiants, ça fait plaisir à la diaspora tunisienne en France et ça leur permet à eux d'avoir un tremplin vers l'international. Merci beaucoup. السلام اخويا، مرحبا بكم في كافي الزعيم. انا في بافيون حبيب القيمة. فوالا احنا ريستورون معناها فاسيليتي تونيزيان. هذا الكل معناها مصالحة التلامذة تاعنا. تونس هذه معناها مبيت جامعي ومام تو فما معناها ديزاكتيفيتي ديزاكتيفيتي كولتيغيل ومام تو الطلبة تاع التوانسة فهمني هنا في دارهم وفي معناها ما يحسوش بالغربة. كل شيء موجود وكل شيء معناها الاكلات التونسيه كل معناها من لبلابي في الشتاء من لبلابي للبريك للكبتاجي وصلت مشويه عندنا المقلوب عندنا الشفاطي عندنا فهمني اليوم عندنا كوش دجاج وعندنا شربه فهمني تاع عصفور ملك الدوله التونسيه والطالب التونسي معناها يوجد كل شيء معناها متوفر له كل شيء معناها ما يحسش روحه متغرب معناها في دارهم كانوا بحذاها الاسره بتاعه واحنا معناها اسرتها سواء معناها في متناول الجميع فهمني مدروسه على حساب التربيه.
والله طلب التونسي يلوج كينو في تونس معناها يجي يحبوا الكبوسه معناها نتاع تونس، يحب القهوه العربي نتاع تونس، يحب الماكله نتاع تونس. عندك شوف التميد ماخو شربه وماخو كوشه فهمني، يجيو يلقاو كل شيء نتاع تونس موجود عندنا احنا. راوي تونس الناس كل يحبوا الحارة، كانهم في تونس، كانك في تونس يحبوا الساندويتش التونسي، يحبوا الشباتي البلاوي الفيتاسي، يحبوا البيتزا والمقروب، يحبوا كل شيء. التونس راهم يحبوا الماكلة، طلبة كانهم في ديارهم، طلبة كانهم في ديارهم، يجوا ياكلوا على راحتهم، كأنه يتصرف في دارهم بالضبط. الرستوران هذا بتاعهم هم، يجوا ياكلوا كما يحبوا ويعملوا كما يحبوا، جوهم باهي فرحانين متفرحين. اللي يشوف فيه هنا ديما جوهم باهي ان شاء الله. اليوم عندنا في دار تونس، وعلاش كاين ديما في دار تونس؟ اول حاجه الكوميونيتي تلقى تونس ومن تون برا مستقى اصحابك، كيسوا الكوميونيتي مخلطه لبرا، دوكو تروح للدار تلقى تونس تلقى جو تونسي. الحاجه الاخرى بامي لي زافونتاج نلقاو السوق الكبير بارابور للوجمون الاخرين، لوجمون اللي تسمى مرفق بالكثير بارابور البلاصه في باري اكسيسيبل للترونسبور الكل، كيسوا ليني بي ليني 4 ليني 3. حاجة أخرى زادة كيف كيف فما الريستو التونسي اللي عندك حابة تتوحش ماكلة تونسية نجم نجي أدمينستراسيون توانسة دوكو نجمو نضحكو مع بعضنا نجمو نضحكو مع بعضنا في إيسون أمباتيك إيسون فريمون أمباتيك بارابور سيتواسيون ديزيتيون لهنايا خاطر يعرفو قداش فما لي ديفيكولتي باش العبد ينجم يجي ينجم يستقر لهنايا ينجم كل شيء. عندي دون لي توب 3 تاع لي زانفيستيسمون تاع المينيستر تاع ليديوكاسيون، والا مش عارف شكون اللي انفيستي في البروجي، مي اي عندي اي علاش على خاطر السيتواسيون وحاجه باهي اللي اختاروا باري بالذات، على خاطر باري بارابور لي زوتر فيل في فرنسا اغلى فيل حتى في اللوجمون. شكون معناتها اللي هو عابد ايتيديون حسب ما نعرف زاد اليوم البارتي تاع تو تشونج والسيتواسيون ايكونوميك في البلاد، حتى عابد ونبو باش يعاونوه ما ينجموش. اوكي عندهم الحق باش يبعثوا جو بونس اونتر 900 يورو كان جايك من برا مينيموم ماشي 700 يورو، ما بقالو حتى شيء للشهر. دوكو اي انه يبقى حاجه كيما هكا في باري بالذات سي ديزاين. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.